إعادة شارع المعز إلى ما كان عليه بل أحسن من ما كان عليه. كنا اتخذنا من فترة خطوة هامة لإعادة وضع البوابات الإلكترونية في أماكنها خاصة في الخمس مداخل الرئيسية ليها. دلوقتي إحنا بنفعل هذا الموضوع فورا، يعني إعمال القانون لصالح الآثار وصالح العاملين في المنطقة ديت إن السياحة ترجع مرة تانية. فبالتالي بنبدأ من الوقت اللحظة ديت تنفيذ غلق كل المداخل الرئيسية تمهيدا لغلق المداخل والمخارج الفرعية بأبواب ثابتة إلى أن يتم تجهيز البوابات الإلكترونية. لابد أن يتعامل الشعب مع هذا الوضع الجديد اللي فيه خدمته وفي خدمة القانون. الشارع هيبقى مغلق أمام حركة السيارات من 9 الصبح ل 10 بالليل، وبعد كده التجار وغيرهم يقدروا يستطيعوا بعد كده انهم يدخلوا المنتجات بتاعتهم لداخل الشارع او الخروج منه. اثناء النهار من 9 ل 10 هيبقى فيه وينش للمرور هيحرر المخالفات لكل عربيه تخش ورفعها من المكان ان شاء الله. الشرطه ما جاتش بلغني، الشرطه مش موجوده معاك ولا شفت سحب، حتى عربيتي ما تخشش. يا ريت ما فيش خالص، بقول لك حتى عربيتي ما تخشش. انا مش عارف ايه دخلت ازاي، انا نزلت ومشيت مفيش عربية تاني تخش. سماح بالخروج العربيات اوكي، لكن دخول لا. بس لو الشرطة ما جاتش تحميكم بلغني بس. بس شارع المعز زي ما قلت شارع يمثل يعني جزء مهم جدا من المرحلة التاريخ الإسلامي، المرحلة الفاضلية، وهو شارع الجمالية، وبالتالي الحفاظ عليه بعد هذا الإنفاق الكبير اللي تم عليه في المرحلة الماضية أو حاجة مهمة جدا كلنا يجب أن نكون حريصين عليها. فهنتأكد أولا من الحفاظ على شارع المعز بشكل وصله دلوقتي، وهنتابع كمان عملية تطوير شارع الجمالية لأنه أعتقد أنه وصل لمراحل النهائية، وبالتالي مع بعض هنسوق يعني منطقة جاذبة جدا للسياحة مهمة، وهي سياحة المناطق التراثية في محافظة القاهرية. ماشي من هنا وراه.